مرحبا بك بعد قلب الرئيسي في بودكاست السادس حق جنشن امباكت العربي اللي بنسميه يوم الايام، بس اليوم بنسميه جنشن امباكت العربي. يا شو خلنا نقرر قبل نكمل، خلنا نقرر. مو بقى صدقي مو بقى لا 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 وقته الحلقه السادسه شنو مو وقته متى وقته وش قال لي ابو خميس كمل الحلقه 14 ما سماه، فانا في حلقه 15 بسميه. انت عندك انجاز تكسر. هذا اللي بسوي العربي اللي في بالي. بودكاست اليوم احد الضيوف اللي كنا صراحه ابي اسولف معاه واستفسر منه بعض الاستراتيجيات اللي سواها عشان يوصل للانجاز حقه. انجازين، واحد وصلت 60 رانك 60 الرئيسي ولا بعد؟ سبحان الله اليوم وصلته. توني بقول لك امس ولا كان كسلنا ترى البودكاست على طول سكر للطرالة حلقة فكرة نسميها حلقة عد. قالوا لي الشباب قالوا لي لا ممكن كنت بتنزل بالويكند بتبث بالويكند يلا تفضل بك وصلت الحمد لله الدروكة هذا الأول أدري أخوي هذا الأول والثاني وصلت كل الكاركترات الفرنشب حقهم ليفل 10 على كازوها هذا فلطان على كازوها على بنر كازوها صح؟ ايوه على بنر كازوها كذلك. عندنا اسئله صراحه انا وسند نتطرق لها وتفاصيل بس بتكلم عن جدول البودكاست حق اليوم بعدين نرجع ونتكلم في التفاصيل. واولها ودي اتعرف عليك اكثر بعد قلبي الان قبل نكمل في شغله لازم تعدلها. شركه المتفرس نحط زي الرئيسي صدق؟ والله اني قلت انا والله وانا ادري يا بعد قلبي قبل شويه انا وسند يا سيدي نتكلم انا ضميتها نكته ما فهمتها قلت يمكن نكت شباب ما فهمها كبير ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن تلقطها وهي طايره ذي مو قبل نبدا ذي بالراحه قبل ما نبدا قلت لا سمح حبيبي وقف استغفر او زي طرها بمسحه ما حد ما بعرف ايش اسوي الكل البشره كلها فاهم اللي انت انا والله للحين مو فاهم المعلوميه بس سوري الحين بدينا نسولف الان هذا هو الرئيسي ها يب يب عدل كنت بنادي فارس من نص الليل قلت نزل عليه البث كان ودنا نسولف بعد ما اعلنوا البث حق 2.2 بس ما مدانا تاخر البودكاست حق الاسبوع اللي فات ففي سوالف ودنا نسولف عنها وبوجود الرئيسي انا وياك سولفنا شوي في بعد البث حرفيا مباشره انا وانت وفارس ابو خميس بس مضطر من صوتك باين وين بنروح في المحادثه احاول اكفت الغيظ عندنا للاسف الاسبوع هذا ما في ايفنت معين بنتكلم احنا كصنوع محتوى ايش التوجهات حقتنا في ابديت 2.2 من الاساس والابديتات اللي بعدها باذن الله. الاسبوع الجاي للاسف ما في تحديثات في امتداد لبعض الاشياء اللي بنسويها بتكلم عنها ان شاء الله في البودكاست اليوم بعدين ناخذ اسئله من المتابعين. اذا عندك في الانستغرام ولا في التويتر ولا اي مكان معين تبي المتابعين يسوون اسئله ونجاوبها الرئيسي حط رسالة الآن ولا حط بوست إذا تبي أحد يعطينا أسئلة لأن العادة نأخذ من الضيف كذلك مو بس من طرفنا إحنا. حاضرين حبيب قلبي. حاضرين. وبعدين راح أتكلم نتطرق بشكل بسيط للبودكاست الأسبوع اللي فات. أنا بصراحة عندي فضول كبير بعد قلب الرئيسي مرحبا فيك وأنا فرحان وعندي كم من سؤال ودي أسأله بس قبل عرف نفسك الناس الموجودين لأن يمكن كثير منهم ما سمعوا عنك من قبل والأشياء اللي أبدعت فيها تقريبا. تفضل. دام فضلك. معكم الرئيسي عبد الله الرئيسي اسم رسمي انا طبعا يا جماعه الخير انا احب لعبه جنشن بدايتي بجنشن انا كانت صعبه صراحه لعبه جنشن اللي شايف نفسها شايف تقريبا صعبه صراحه سهله انا بقول لكم ليش سهله بدايه كلها لازم كبدايه الشخص يبدا من الصفر وانا بديت من الصفر الحين بسال سؤال بقاطعك عشان بس اسهل على الموجودين شنو الصعوبه اللي كانت تواجهك انت بالضبط في البدايه اللي حسيتها صعبه والله بدايه بلدات الارتيفاكت اي ما بعد تعرف سوالفهم والبلدات والتفاصيل حقها يعني ايوه فانا ما كنت اعرف شيء اسمه رزن ما كنت اعرف شيء اسمه بلدات الشخصيات ما كنت اعرف شيء كل شخصيه تستخدم لها بلد معين او سلاح معين يعني بديت افهم حلو يعني انت اساسا فوت اشياء بالرزن من البدايه حط في بالك متأخر معناها هو بالإنجاز اللي سواه ترى متأخر معناها مفروض سواه قبل لو عارف مع بداية الناس أنت متى دخلت اللعبة الرئيسي
تقريبا شهر 10 واحد اتوقع. اوه يعني 3 ايام متاخر. ثالث يوم دخلت. لا بس اتوقع اسبوع اتوقع يوم قام يستوعب. متى بديت تعرف الرز؟ متى استخدمت الرز الاول مره رئيس؟ كم كان ادفنتشر رانك حقك اول مره؟ الله يسلمك اتوقع كان ادفنتشر رانك 35. شو انا هذا اللي اتوقع. هذا اللي اتوقع الارتفكتات والاشياء هذه ما دخل فيها الا بعدين. طيب بشهر 11 بشهر 11 تقريبا بديت فيه. شهر يعني مر عليه 35. كانت معاناه الفيل قبل ونفس الحين ما اعرف شيء اسمه بوسات بالماضي. فقالوا لي الشباب، انا عندي شباب حاليا بالديسكورد، قالوا لي هوني يا اخي كنت يا اساس اقول لهم شو الصور اللي تطلع لكم بالماب ولا ما تطلع لي؟ قالوا ها بوسات. بوسات لازم تذبحهم. قلت بوسات حق تلفل فيها الشخصيات. قلت وانا منصف ياس ادور عليهم ليش ما والله السؤال حيل معبر. حيل معبر استاذ. شنو هذه الاصوار اللي تطلع على الخريطه يا الله؟ إذا شلون تلعب شخصيات كلها كانت من 20 معقولة قاعد كذي؟ فكانت يعني بالبداية كانت صعبة 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 لدرجة مو طبيعية. أذكر أنا كان ليفلي 13 توني بادي اللعبة. تعرفون الفتوي اللي بعد ما دمجت شوم يطلعونهم الزعيم من صعوبتهم صح؟ فأنا كانوا أنا ليفلي 13 وهم ليفل 35. أنا شفت واحد قدامي كان صوب اللي هو الشراين. حلو. يوم رحت عنده كان عندي اربع شخصيات. كنت الحين يلا بجلده طاحوا فيني طيح طاحوا لي فترات. كنت بجلدهم مو مشكله بقاومه. شوف كل واحد طلع شيده. قلت مو مشكله والله خبزوني. صح. صارت جنشن بالنسبه لك مثل جير يحاول يتجنب العداء. يشوف تعجب فوق شخصيه ضد عرض يعني. فحاول قد ما اقدر لفل. قلت يا اخي انا شو ناقصني شو ناقصني. فمع الوقت قال لي الشباب انه في بوسات. قلت وانا اقول ليش من الصبح انا لفلي 20 ليش لفلاتك على اني دي اتلعب دارك سولز؟ لا لعبه يوم لعبه غريب على المنتاليتي هذا عند لاعبي دارك سولز ليفل 20 وداش على البوسات. هذا الكلام انا اقول ما يأست منها الان ما يأست اذا لين 35 كاركترات ليفل 20 ما راح اقول مستحيل بس غثيثه اللعبه تصير ثقيله ثقيله. الوحوش يعتبر زعماء كانوا ما كنت ادري لدرجه ان يوم ادخل كوب حتى اكثريه الجماعه الاونلاين يطردوني. ملومهم غريبة ليش؟ بيني وبينك أنا ضايشت من هالشيء. يمكن ما أدخل يقول لي ليش ليفل كتير تكك صديق خلينا نتفهم زين. يدخل عليهم جديد باللعبة شاري الحساب وقال لهم شاري الحساب أكتب عليهم هذا يدخل عليهم فيديو يعني واضح بيته وين هذا ليش كذي شلون وضعه؟ لدرجة أنا حبيت شيء اسمه سولو. بديت بالسولو والله بيني وبينكم بداية صعبة. أنا سولو بديت سولو بلت كل الشخصيات. بس الرئيسي تحسسني لما تقول بديت سولو تحسسني أنه خيار. أنت متضايق أنت مضطر مع لعبك. هو مضطر أيوة. الآن أنا ودي أقول حاجة. الرئيسي أكبر إنجازاتك تقريبا أن اليوم أنت وصلت أدفنتشر راك 60 ما شاء الله. والثاني وصلت الفرنشيب حق شخصياتك كلهم العشرة. وذا يمكن بعض الناس ما يقيسون وزنه إلا اللي يحاول يسوون التحدي ذا. إنك معناها كان في الفريق حقك ثلاثة أو أربعة أحيانا شخصيات غالبيتين ما يستخدمونها بس عشان تحطها في الفريق لمدة أسبوعين ثلاثة شهر شهرين عشان تعبي الليفلات حقتهم وتوصل لهم ليفل 10 فرنشيب. أيوة الآن القصة حقتك سب أمر في شيء بقوله بس قل. هذا الله سلمك بداية قبل لا يحطون سيستم البيت اللي هو دبلوها الفرنشيب وقبل قبل لا تستخدم الشخصيتين اللي يدبلونها بعد صح. فكانت يعني بدايتها صعبة حق الفرنشيب. الآن شفت القصة اللي وصفت لي إياها رئيسي شون بديت اللعبة لحالك ما عرفت تلفل كنت أدخل جروبات ويطردونك فقعدت تلعب سولو عرفت القوانين هذه كلها قاعد تتفرم الحساب حقك والان انت اول واحد عربي على حد علمنا وصلت فينشر رانك 65 حرفيا قصه انمي حرفيا بدات قصه انمي. تعرف واحد دخل اللعبه ما حد يبيه
وقاعد يدخل ايوه حرفيا احداث كذا قصه انمي كذا يجيب لك من بدايته ما حدا بيقول خطز بروح العب سولو ويموت ضد الوحش بعد يذبح مره ثنتين ثلاث اربع عرفت بطل الهيرو هذا بطل الترس يا يا بالضبط بالضبط حرفيا طق طق لي انت لعب بالطق اللي صار طردوه برا المدينه جديدا انا ايوه الان اللعبه صعبه بالبدايه حيل صعبه انا بقول الشيء ذا انا ما لعبتها ترى كوأب انا كنت العبها سولو انا يعني انا مو بهياط بس انك كنت احس ان الكوأب كان يعلق وتضرب الوحوش تلقاهم في جهه يروحون جهه ثانيه صح 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 والله انا شوف انا ترى لاعب كوأب بشكل مو طبيعي انا احب الالعاب الجماعيه كل الالعاب اللي العبها جماعيه احب العب مع الناس عرفت اللعبه الوحيده اللي خلتني احب العب سولو جنشن لان سراتها سيئه بشكل مو طبيعي فاضطريت اني كلها العب لحالي وفوق ذا تذكر ان في بدايه اللعبه ما في كاركترات واجد اغلبيه الناس اللي عندهم كاركتر جديد كان فينتي ولا كلي فاذا عندك فينتي وكلي ودخلت الدومينز العاده الناس ماخذينهم فيتاخذ كاركتر ثاني انت ما لفلته ولا العاده يشحتونك من الكوب حرفيا والله تشيتش كانت في بدايه اللعبه شيء خرافي يعني واللي بدايته ما عنده ديلك هذا انا وسند صراحه اللي شلني شل في اللعبة دي لك لو إن شاء الله لفل 20 كان شل الموضوع حساس الموضوع حساس ما نتكلم فيه قدام أنا شالتني أمانة سند العكس طيب قال لي دي لك شفت لليوم لفل 20 ماي لفل واحد عند سند قلت أيوة ماي تلحين سند كان يبي يدلوك يشيله كان يبي يدلوك يشيله ما شاله زعل عليه حقد عليه هيسي ما بدليت خليه لفل واحد وكذي مرتاح حاله طيب الآن ودي أتكلم معك الحين أنا وسند عارفين نوعا ما وجهة نظرنا ونتكلم عنها زيادة بإذن الله بس الآن شفت أنت البث قبل لا ينزل أبديت 2.2 صح؟ اللي حطوا من العادة شو وجهة نظرك ولا الشعور اللي حسيت فيه أنت تطالع البث شو اللي تحس أن كواحد قاعد يلعب جنشن وشفت الأشياء اللي أضافوها شو رأيك؟ مو ده التفاصيل بس يعني سب والله بالتفاصيل أنا ما أقدر أقولها لك لأن أنا ما شفت البث كامل بس عامة هو في يعني ما يعني يقول ما يشرحونه لك كامل يروينك فيديو شو اللي صاير بالضبط شو اللي بيبونه بالضبط بس تصروح تصروح على واجد يعني هذا أيوة فهذا اللي ناقص في اختصار يعني ثلاث دقائق خلاه ولا في إنستغرام والله ما أذكر لا هو دام في اختصار يعني مثال أنا كشخص جديد في اللعبة هوني داخل أو طيبة ما لعبة بفترة وفترة فبترويني شيء أنا ما أعرف للعبة عندي يعني أوكي إحنا كناس إحنا نلعبها تقريبا من سنة كاملة أكثريتنا من سنة حاليا عدل إيه فنفهم ناس اللي هي تأخذ له كاجوال تلعبه من فترة وفترة في ناس جديدة باللعبة فمو فاهم هذا شو اللي يحطونه بيقولون هذا أول سؤال هذا اللي أشوف أنا يعني ما في شرح كامل تعال وشوف هذه اللي بنتات بنيبة هذا اللي بديت البنيبة هذا شيء بنيبة أول مرة صراحة أفكر فيها زي كذا حرفين أول مرة أفكر فيها لأن واحد صج توا أدفنشرانك 15-20 البودكاستات ولا الفيديو البثوث اللي يسوونها قبل ينزل تحديث ما تعني واجد لهم بس اثنين انه يعرفون ايفنتات العاده ما يمديهم يفتحونها يفتحونها في ليفل 30 ولا اعلى زي ايفنت مول لايت انفتح 28 عذبني عشان افتحها في الحساب المجاني ما عشتها انا تو فريش لان قعدت كم يومين وانا افرم مهمات عشان افتحها فكلامك منطقي ما مره فكرت فيه صراحه ابدا ما فكرت فيه انه يعني في ناس واجد بتوم بادين اللعبه البودكاست او الاخبار اللي تنزل اغلبيتها ما تعني لهم ولا شيء ولا يعرفوا ايش معناها في اللعبه ما ادري ايش معناها بس ترى انا الامانه اشوفها انا اقول لك انا اشوف هذا فعاليه الامانه لما ينزلون ستريم جديد لما استمتع فيه ترى من اول لاخر عشان كذا اكثر واحد مضايق منه معناه هذا مو عاجبني 2.0 لان تعذبت صدق حسيت بنوم بالبث بنص البث ودي بنام عرفت اليوم جابوا الصينيين يتكلمون ومترجمين تحت كنا كان سوى واحد كانوا كلهم كذي نفس وضعي نايمين عرفتهم قاعدين منهم الان سند تقريبا مثل بثوث اللي طافت يعني يتكلمون وضحك يعني قول مثل تسليك اي تسليك الف خاصه يوم جو على الطاوله حطوا الاكل قدامهم قاموا يسلفون والله الحمد لله نجاحنا زين اللعبه فيها مردود وقاعدين نتوسع بشكل ما يهم شو اللي بيصير شو اللي بيجي في اللعبه هذا اللي يهم والله صح احنا بفعاليه نستمتع فيها الآن أنا وسند وجهة نظرنا يعني بعد ما شفنا البث متقاربة تقريبا واحد البث كان قصير واجد
بس 32 دقيقة بشكل مخيف. 32 دقيقة و 8 والرئيسي انت لحقت على الـ 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 الاضراب اللي صار ولا خلينا نقول ردة الفعل اللي انتجت من اللاعبين مع مرور السنة لحقت عليهم. اتوقع هم سووا اجراءات احترازية بحيث ان حدوا من مدة البث، قفلوا الشات بشكل عام، في حطوا الايموتس بس موجودة، ما عطوا فرصة للناس ان عشان اي شيء قد ينتج منه اعلان سلبي ما يبونه. نظام صيني تقريبا واسيوي حتى، لان كذا صراحه غلط يعني، هو غلط بس انه ما عنده، انا لو مكانهم ما عندي خيار ثاني، لو عند انا مكانهم ما اقدر افصل بث نحل مشكله غلط، انا بيعلن عن منتج فيعني اوكي. شو الحل المثالي؟ شو الحل المثالي بالنسبه لك سنه؟ شو اللي المفروض يسوونه كانوا في مده اللي يسوونه؟ ايه تغريده، تغريده بس، تغريده تغريده. احنا فاهمين المشكله وقاعد نشتغل عليها، لا تعطون لا تعطون الحل، لا تعطون الحل، تغريده بس احنا عارفين المشكله ما ادري شنو، راح اعطيك هذا بس ما ولا واحد يتكلم. هذا انا معاك بس هذا انا قصدي انه يعني خلاص الريدي هم اثبتوا انه ما يبون يحلوا المشكله، هم اثبتوا بس الحين عندهم البث حق 2.2، لان بالنسبه لهم الحلول اللي احنا نبيها مثلا ما تكون منطقيه لهم هم، وما يبون يعطون الموضوع اكبر من حقه. بعدين استوعب الموضوع الناس كانوا معطينا اكبر من حقه، يعني الناس كان عدد الناس اللي منزعجين يكفي ان تلتفت له وتعلق عليه طريقه ولا ثانيه. فجاء وقت البث يبون يعلنون المحتوى الجاي والناس حاقد عليهم، لو يفتحون اي فتحه للكلام الناس بيطبون لدرجه ما لها داعي بالذب والشتم والخربطه والكلام ذا كله. صحيح. اي فشي يسوون، شي يسوون في وسط البث حقهم؟ تخيلوا وياك نسوي بث وعارفين من نفتح البث بيطبون فينا ساب، ليش ما تحبون ديلوك؟ ونبي نعلن عن خبر معين شيك. ما ادري ايش الحل صراحه، ما ادري. انا يمكن كمحب للعبه واشياء كذي ما اقدر اتخيل شلون اتصرف مع الناس اللي مثل كذي، لان بالاول والاخير انت اللي صنعت المشاعر السلبيه هذه فيهم. فلما تسوي مشكله وتحاول تكتمها مو حل، مو حل، عرفت؟ خاصه مو حل يرضيني، لان ما يختلف على القام انت حطيت، مع انه حاط ايموتات تشوف الايموتات كلها فيس يبكي بس معصب. انا لو نداري لو نداري حطيت ايموتات كلام بالعربي فالشباب يحطونه ويطلع سب. تعرف صوره تشيتشي؟ اي اللي بحطينه من بطحه ذي مسالفتها. ايوه الوضع كذي، عرفت؟ هذا رمز المقاومه مسمينه. لا لا انا صراحه اكيد مو براضي باللي سووه، واتمنى منهم تصرف احسن. الجوائز ما تهم ذاك الشيء، يهمني تصرف واحترام اللاعبين وصناع المحتوى والناس اللي يحطون سواء وقت ولا فلوس او الاثنين في اللعبه حقتهم. بس احس ان بث الخبر 2.2 مو بالوقت المناسب اللي يرضون الناس، لان يبون ينشرون خبر بسرعه. اي لان لما انا توقعت ترى ان الحل بالبث، عرفت؟ عشان كذي ما تكلموا، انا هذا اللي توقعت. توقعت ان في شيء مجهزين مفاجاه وترضي الناس. ايوه هذا توقعته والله، عشان كذي كان مثل ما تقول السكوت، ما حد يسكت في الطريقه نهائيا. قلت اكيد حاطين بث مجهزين بطريقه جميله وبيعطونا اياه. ايه لان نزل 2.2 ونزل معاه تشايلد المره الثالثه. كثير من الناس زعلانه وكثير من الناس فرحانه انهم يبون يلعبون في تشايلد بس ما لحقوا يجيبونه في الرن الاول ولا الثاني، ما ادري متى صراحه، بس ما دام يجيبونه. بيني وبينكم المفروض الشركه تتواصل ويا او تفتح مجال تصويت. كل جماعه كوميونتي انا بسمع خلاص، يعني مثال انا عندي مشكله باللعبه انا بسمع مشكلتك ان شاء الله حاضرين. وهذا هذا الأوادم يسوون كذي يا رئيسي، مو أوادم. يعني أنا ما شاء الله يعني أشوف الناس يعني الغربيين هذيلا أشوفهم يعني من هالدين وهذا أطفال يعني أوكي نعرف هالسوالف خلاص، يعني شو ميهوي ليش ترد عليهم؟ أنا بحط عقلي بعقلكم، أنا بسوي اللي أبغى خلاص، أنا الشركة ماسكتنها صح إني أنا غلطان وإن شاء الله بعوضكم على الشيء بالمستقبل. يعني تروح ترد عليها بالمثل، هذه مو بحلوة ترى بعد من طرف الشركة، الطرفين له غلطانين يعني اثنين غلطانين. أنا أنا هو شوف صح سم أنا بعدك سافيته طويلة راح سم. هو أساسا يعني حركة الوان ستار فوت مو حلوة، لأن ممكن بالنهاية ضرنا حنا كلاعبين، إن هي حركة تسويها خلاص راحت ما تقدر تصعدها مرة ثانية من جديد ترفعها.
فأشوف إن هذه حركة منطقية، بس أشوفها من غضب جد، فممكن شوي إن تعرف اللي غضبان أنا هدت من نفسي، مع أنها خطأ حركة سيئة بس هدت من نفسي. سلبية انتجت عن تصرف شفته. ف يعني أنا أنا اللي أشوفه واللي دائما أقوله صراحة إن كان في أشياء مو بعجبة كثير من اللعيبة ومن صنع المحتوى. أنا من الناس اللي يمكن قلت لك سالت من قبل يوم جيت أتكلم عن بعض النقاط بكافة الأدب والأخلاق العالية، في نقاط مو حلوة ودي إنها تتحسن سواء في جنشن بشكل عام ولا بلنا إحنا كعرب مجتمع جنشن. الرد اللي كان يجي يا إنه يمسح التعليق بكبرة أو أتبند لفترة معينة ولا أنطرد برا الديسكورد ولا طلع، يتصرفون معي تصرف سلبي جدا ما تتصوره. وانا واحد محترم جدا في الكلام، مؤدب لدرجه كان لهم بوي ما يصير تمدح نفسك. خليني انا اقول لا 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 انت اللي شفته هذه بعد معصب ترى سند، تخيل بعد معصب ما زلت مؤدب. انا معصب يعني انا بس مؤدب صاير. وانا صنع محتوى مفروض ما يعني انت عندك لعبه وفي عندك ناس زي المنبر للعبه هم اللي يقدمون للناس ويشون شرح، خاصه اذا لعبتك مو معربه وتحتاج ناس يعربونها لك بطريقه ولا ثانيه. صحيح والله انا صحيح. وانا عندي صوت انقطع مني الصوت، تخيل الناس اللي ما عندهم الصوت اللي قاعد اللعبه عجبته ومستانس عليها، كل مره يفتح كومنت ولا ثريد ولا حاجه في الريدت في هويو لاب في كل مكان يتقفل الكومنت يتبند الحساب او الاثنين مع بعض، صار ما في مكان معين يعني. اكيد ليش الناس عشان بدوا شلون بدوا الناس اصلا على التقييم. أوكي. لو تلاحظ التقييمات انت تلاحظ التقييمات مو بس تقييم واحد انت الموضوع، في ناس واجد كاتبين تقييم حقهم في الواحد ولا في الاثنين ولا الثلاثة، بعضهم حاطين اثنين ثلاثة وكاتبين الأشياء اللي مو عجبتهم لأن ما في مكان يقدرون يحطون صوتهم فيه لأن الشركة كاتبة الصوت. فهمت كيف؟ اوكي والله العظيم ما يلامون أجل ما كنت أدري بسبب هذه أنا. هو التصرف التصرف خطأ من اللعيبة بس وين تطلع صوتك؟ والتصرف سيء من الشركة بس إنه ما تقدر ترضخ لأن إذا رضخت لما ينزل الباتش اللي بعده اللعيبة يقولون نبي زيادة. اذا ما عطوه يسوي اضراب زي مثل ما صار مع سلم رقبته راحت اي زي ما صار مع بال اول ما نزلت للاسف شفت الشيء مو عندنا في العرب عند الاجانب ستريمرز ما شاء الله عندهم 1000 2000 3 فيوز وفوق يقول للتابعين روحوا اشتكوا عند ميهوش نعطونها باف لانها اركن ما لها ما فيها شيء بس يعني تعودوا ان اركن نزل اي بس إن لازم يكون او بي اي فقال لان تعودوا شلون اليوم اشتكوا الناس عطوا باف فقال روح اشتكوا مره ثانيه فانت تعود اللعيبه على النظام ده زونجلي. ايه فانا المشكله كان ضعيف بزياده يعني النظام شوي مختلف جونجلي لانه هو شيلد وناس ما كانوا يعرفون ايش فائده الشيلد وكانوا يسبونه كذا فجاه ثاني اسبوع من نزل كل الناس يستخدمونه كم 87% من الناس يستخدمون الاسبوع اللي بس شلون وين الضعيف بس يا هذولك عطوا الباف ايوه عطوا الباف حقه وحق الجيو صار بافين بافين مو باف واحد والله العظيم صار يعطي دي باف صار الريزونانس ماله اعلى جنة ايه يزيد دمج اي واحد عنده الشيلد وينقص دفاعهم الحجر ويزيد دمج ايش واجد سواها بس يعني انا بالنسبه لي ما ادري ايش الحل فعليا ما ادري ايش الحل حق اللاعبين اذا راحوا يتكلموهم بطريقه معينه في المنتدى حقهم يجيهم بان وين يحطون حره قلبهم وصناع بضيف النقطه الاخيره وبخليكم تتكلمون وشركه اذا رضخت اللعيبة تحت التهديد الواقع يعني لو بنكون صريحين مع بعض ما راح يوقف تهديد فموقف خايف من الطرفين احسه لا شوف انا الحين تغيرت نظرتي بشكل كبير للأمانة اجل والله ما يلامون على الون ستار جدد ما يلامون في جزء منها منطق بس يعني انا كنت لما انا قاعد اقول ان طقة تعور عرفت بس اذا صوت اللاعب ما قاعد يوصل وبغير انه ما قاعد يوصل قاعد يبندونه يعني اوكي في شركات سكيذر تشوف التعليق وتسحب عليه واحد منهم انا المعلوميه انا تسحب عليه والحياه جميله ومستمرين يعني يعني عادي شركه ما شافت تعليق من بين مئات الالوف شيء طبيعي يعني بس انه يقرونه ويبندونه هذه كبيره والله ترى انا هذا اللي مصدم من الشركه يا اخي سمعي شو الخسران سمعي عندك يعني ما شاء الله كونتنت كريترز اللي هي متابعين شوفوا يمكن في اللي هي الاشياء اللي محتاجين الجماعه يمكن احنا مخربطين بشيء بنعدله اوكي بنسمع حاليا ليش مسوين اللي هو بالسيرفر اللعب نص اللعبه اللي مطرشين لك على الايميل تبغى موره 10000 موره 20000 موره شير خلاص السيرفي حقنا اي هذا السيرفي السيرفي شو فايدته وانتم ما تشوفونه والله حيل غريب
انا اتوقع يشوفونه بس مو بكل شيء يطبقونه، لان يحطون فائدتهم اولا واخيرا، ومنطقيه كشركه تحط فائدتها شيء يربحها وقد يرضي اللاعبين، بس ان شيء يخسره ويرضي اللاعبين ما راح تسوي. انا قرار خاطئ كشركه، انا افهمك كشركه بس ما ترضيني كلاعب صراحه. يعني انا مره فيك لاعب بس ان كشركه لو اني انا صاحب الشركه افهم ان ذا مربح، والناس اللي حاطين مثلا ماخذين يسمونهم شير هولدرز اللي لهم ربح ولا لهم حصه في الشركه ابي ارضيهم عشان يعطوني فلوس اكثر عشان اسوي منتجات اكثر. بس يا اخي في ارضاء الجمهور وان الجمهور يحب الشيء اللي تقدمه، ترى فري تو بلاي صح انه ما دفعوا فلوس ماديه باللعبه، وقتهم مهم، بس ترى مكرين اللعبه بشكل مو طبيعي، وقتهم مهم، قاعد يهايطون قاعد يهايطون على ان عندنا كوميونتي كبير قاعد يلعب اللعبه. اذا طلع الكوميونتي هذا من يلعب اللعبه؟ عرفت؟ فشيء غريب جدا 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 غريب. انا الله حق الحل مو بعندي، حاولت قعدت كل يوم قاعد افكر شو اللي يمكن المفروض احنا سويناه كلاعبين، ما عندي خيار ثاني نسويه. السكوت ما يحل، اللهم انه يخليهم مفرحون، يغلطون غلطه وما حد يعاقبهم عليها، مو بالسكوت مو بشيء صحيح. وهم انهم يرضخون انا عارف انه مو بصحيح، لان في عباره مستخدمه في امور اكثر جديه من هذه، يعني لا ترضخ للارهاب بشكل عام، فما بالك لان اذا رضخت مره دائما بترضخ، لازم تعود الناس ان اذا طولت صوتك بسمع كلامك. ده خطا، ده خطا فادح. ما انا شخصيا ما اعرف ايش الحل حقها، بس انه موجود للاسف المشكله صايره، اتوقع بتتكرر. اتوقع بتتكرر. او اذا اتوقع انا شوف انا من الناس اللي دخولهم للعبه خف بشكل مخيف يعني، ف الحلال الحين تحس ان دخلت لعبه تضايق، عرفت النفسيه هذه. في ناس واجد ترى زي كذا، ناس يتكلمون واجد زي كذا، اشوفهم يجي يقول والله انا قل لعبي، قل حماسي، قل اندفاعي اني اشغل لعبه، لاسباب كثيره. بس يعني مستغرب ان التصرف السيء من الشركه او اللي يعتبرونه سيء من الشركه ما اثر شيء، ذا متاكد انه اثر بطريقه ولا بثانيه. عز الله يعني شيء غثيث. الحين النقطه اللي بعدها مكتوب كونتنت كريتر بلان، هذه تابع قلبي سلاج شغلك عادي، انا فاهمك شغلك عادي. هذا شيء الان 2.2 على من اول الى اخره كلها ريرنات، سواء لكاركترات ولا لاسلحه، وبعظهم جاتنا مرتين من قبل وثالث مره يجينا. لصناع المحتوى العاده الوقت اللي يشغلنا اكثر حاجه ما تنزل اسلحه جديده، شخصيات جديده، محتوى جديد، العادي يعطينا مسؤوليات ولا اولويات نحاول نسوي فيديوهات شروحات بثوث مختلفه. 2.2 نظام غريب، كان الابديت اللي يعطيك الناس اللي توهم داخلين اللعبه ادفنشر رانك حقهم 30 40 حلو الابديت لهم، يمديهم يطورون شخصياتهم، يجيبون شخصيات من دهم يجيبونها من قبل، ومن شخصيات الجيده تشايلد وهوتاو، يمكن هوتاو الناس يبونها اكثر طريقه ولا ثانيه. انا شايف ايش بسوي، بمسح فيديوهات تشايلد وهوتاو ثانيه مره ثانيه. لا نفسها خلاص انا دخلت بشيء جديد. انا بالنسبه لي مثلا بشارك انا خطتي في 2.2 اني كاركتراتي الفور ستار والفايف ستار كلهم لفلهم 80 الى 90 و 90 من 90 ولفل تالنتاتهم، لان عندي الفرصه الحين ما في عندي كاركتر جديد لفله، ما في حرفيا. ثوما سهل بسيط، ثوما اتوقع راح تكون شخصيه جباره، بس ان كاركتر واحد في شهر ونص، شهر ونص كاركتر واحد، واغلبيتنا نسوي ريفل، يعني مثلا الرئيس يتوقع انت قريب مني، انت تسوي ريفل 6 مرات في اليوم تقريبا اذا وصلت ادفنتشر 60، فبيكون عندك موارد اضافيه يمديك تلفل توما وزياده. يعني مو بس اتوقع الرئيس اذكر وصل شخصيات 90 قبل الحين بعد كل شخصياتي 90 وترنتات بعد لعب فيهم ده المفروض يقول لها قبل بس اوكي. اي هذا انا شفتك قلت لي قلت خلني اوضحها. ترنتات ومع الاسلحه اللي هي الفايف ستار حاليا يعني شغال عليهم ليفل 90، شخصيات كلها 90 عامه. هذا الابديت ذا بس بقول حاجه بس بخليك تكمل. الابديت هذا احس انه بيخليك بعد تكمل الكاركترات اللي لحقت عليهم التالنتات يمديك تلحق عليهم. هذا الخطه حقتي يعني على الاقل. انت اخي الرئيس اليوم انا اليوم يا سفر ملقوره هارو اتوقع اسمه طيقوره اللي هو الكلب اليوم بدون مسف بس الكلب. ايوه انا واحد ضايع منكم. اي واحد الحجر اللي عنده ينبل البو اللي جاء في العرض معكم العرض اي اوكي اللي عنده ثاني قطو احنا سميت شلب عندنا اليوم وفرم الاول بوس حقه. اوكي
لا طبعا رئيسي اي لحظه رئيسي ما نتكلم عن التسريبات الرئيسي ما نتكلم عن التسريبات لا التسريبات اوفيشال طلعوا الموارد حقتها لا رئيسي انت كلامه صح ماخذينها من الاوفيشال عرفت مسربينها ما شاء الله اربع انجازات اول واحد وصل اي ار 60 اول واحد وصل فرنج 10 اول واحد وصل لبلا 90 اول واحد سرب على البث منجم باللعبه أقوى منجم باللعبة عجبني شكله قال هم لا هم تكلموا قلت لهم حطوا الموارد قال لا اختفى على طول فشلها أوفيشل أنا اتوقع ان لا اسمي يا جماعه سكت لا لا عادي بحري والله راح اتمنى داف دول بعد البث بعد البث بعد البث الان معناها كلنا اتوقع انت سنه شو الخطه حقتك في 2.2 صراحه انا يمكن عندي فضول لك انت انك ما تلعب انا الامانه انا خطتي انا شوف انا العب فقط بالبث يعني اذا شغلت البث العب بجلسه بالبدايه بعدين احول بس لان الجمهور يحب اللعبه هذه انا بالاول والاخير ما بث عشاني انا هو المحتوى بكبره راح احاول اني انوع بالالعاب حاليا الامر قاعد احاول اني افتح باب نيو وورد عرفت شوفك تلعب فيها صراحه شوفك ايه فبما اني قاعد العبها وماخذ مني وقت كثير خلنا انزل عنها مقاطع يوتيوب ما مقاطع يوتيوب فخلي قناتي بدل تركز على شيء واحد تركز على اشياء مختلفه يعني بتقول بدايه جديده بالعكس حلو شيء حلو تنوع الان الاسبوع الجاي ما راح يكون في عندنا ايفنتات يعني مشينا على الجدول اللي معطينا اياه اول ايفنت راح يجينا في 21/10 اللي بعد 7 ايام بالضبط يعني الجمعه او الخميس الجاي بيبدا اول ايفنتين مع بعض اذا ماني غلطان ومعناه عندنا الاسبوع هذا حرفيا فرم ال 2.2 عنوانه تفري فرم جامي عندك شيء متاخر في عنوان في عنوان اقوى لا سمعني عدل بيتك ايوه هذا اعطيناك اسبوع تعدل بيتك روح شوف شو ناقصك في الاثاث حركات انا اسويها سرير عدله يمين مايل هذا انا بالنسبه لي الى الان يمكن احد الدبات ولا النزول في الفعاليات اللي نسويها في اللعبه الناس اللي توهم جايين عندهم مشاوير يسوونها الناس اللي هم من زمان مثلنا احنا لنا سنه واحنا قاعدين نلعب ده راح يكون ابطا شهر في المحتوى بالنسبه لنا على الاقل بدايه بالذات مع 2.2 يعني قبل كان عندنا على الاقل نص ريران نص عادي عرفت تقريبا لا الحال مره ريران ريران ضايح دايس الله 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 يعين هذا اللي نقوله الان ودي ناخذ اسئله من الشات من طرفك انت الرئيس اذا حطيت بوست ولا حاجه سند اذا حد من طرفك بعد يبي يسال اسئله بنشارك يبي يفتح البوست انا طرفي شات افضل يبي بعد قلب انا ترى ما فاتح الشات عندي بيفتحه بخلنا نكون انا حشوه قاعد اشوف حاضرين خلنا نشوف السؤال الاول عند الرئيس نخليه شو الرئيس عندك سؤال لا والله ما عندي سؤال انا شوف عند الجماعه علقت الكاميرا من القوه ابا اخاف اسرب بالغلط معي خليني ماسك لساني شويه في سؤال من فيصل يقول متى تشوفون الوقت المناسب يضيفون رانكات اعلى من 60 اتوقع في سواء 3.0 ولا انا وجهه نظري شخصيه 3.0 ومفروض ان يبدون يفكرون يحطون رانكات اعلى اذا ما حطوا 3.0 يكون 4 يعني اتوقع شيء كبير مو شيء شوف ترى فري تو بلاي اتوقع احنا بعقل على 57 فيبينهم بعد سنه زياده عشان يوصلون حق 60 صدق منطقي دي احنا في اللعبه كم الادفنشر رانك حقنا 59 لا بس الاكس بي تحتاج 340,000 والعاده انت يمديك تجيب 2400 يوميا تقريبا قسمها على 2400 يعني تحتاج 141 يوم عشان ليفل واحد فري تو بلاي انا بعشرين عن كلامي انا اللي ما تصعب اشوف الوحوش اصعب عني ليفلاتهم اعلى عني اي قول هني ايوه هني فتحوا شويه ادفنتشر رانك فتحوا شويه ليفلات الشخصيات عشان إيه بس انت حط في بالك انت تعتبر يعني من الاشخاص اللي يصرفون في اللعبه بس فقوتنا احنا انا وياك وسند قوه شخصياتنا اقوى من المعتاد يعني فري تو بلاي صح
انت فريدي كثر منها فريدي بلي كثر منها كلي سي 17 ما تحتاج بس مجمع احتياط يمكن بعدين تنفتح يعني يمكن حق المستقبل لان الفريدي بلي يعانون في الدم ما راح اقول يعانون واجد بس يعني الارقام نحن مو سهله لهم ما في نعاني نعاني احنا نعاني عامه اللعبة حتى قال يعني إذا شفت الشيء صعب بالنسبة لك فاتحين شيء اسمه كوب. يا صح. ما شاء الله. يعني ما شاء الله الجماعة موجودين أنا يعني مش أربيعي موجود صديق موجود واحد من اللي بثون موجود بيساعد ما شاء الله حسابه هذا أنا أبى مساعدة أفضل ساعدني. فإذا شفت صعب بالنسبة لك لا تعذب نفسك مثل ما عذبت نفسي بداية مع الفتوي. فشوف واحد يشيل واحد يساعدني النهايه. الان سؤال لك رئيسي بعد قلبي عندك سؤال سند ولا عندي إيه لا انا لقيت سؤال بالشات وبعدين ضيعته لا اتوقع نفس السؤال اللي بساله اتوقع روح شنو هدفك بعد ما وصلت ادفنتشر رانك 60 والله يا سفكر حاليا بأهداف وايد اني حاليا انا خلصت اللي هو مثال الشخصيات الفرنش بحقهم وصلت اللي هو ادفنتشر رانك الحين انا اللي ببالي يمكن اخلي اللي هو التننتات قريب التاج يعني توصلهم كلهم تسعة يعني ما اعطي التاج اي اتوقع هذا اللي بقالك ما بقالك شيء ثاني انت وصلت الادفنتشر رانك والأسلحة بتتعبك شوي الأسلحة بتتعبك أكيد أنا الأحجار يبالها تفريم وأنا وقتي شوي قليل أنا هذا يمكن التحدث الله يعينك يعني ما شاء الله ويعين الجميع إن شاء الله فإن شاء الله يعني بحاول أغطي على هالشيء الحين سؤال ثاني بعد يسألون سند بعد أنت بشملك في السؤال هذا وبجاوب أنا بعدكم حلو إيش رأيكم بيكون أفضل لو لما يترجمون اللعبة لأن بيترجمونها يوم من الأيام السؤال متى بيترجمونها لما يترجمون اللعبة هل تفضل أن يحطون دبلجة عربية عليها ولا بس ترجمة عربية؟ الرئيس أول إذا خاطرهم ودهم يعني أنت شلي ودك للعبة أنا ودي بالنسبة لي والله شيء جميل لأن في ناس ما تعرف إنجليزي حلو فتفضل الدبلجة؟ تتعلم أيوة تتعلم يعني لو على الأقل يحطون هي الدبلجة عربية الشاب الإنجليزي يتعلمون هذا حق شو بالضبط يبين له في ناس تتعلم شوي تتعلم إذا في عربي وفي إنجليزي الاثنين أو يفضل له بالنسبة له أسهل العربي فكل واحد يعني إذا شو اللي يشوفه أسهل بالنسبة له أنا بالنسبة لي أشوف إنجليزي تتعلم إنجليزي بالبداية لين إحنا نتعلم إنجليزي بداية الفاميلي اللي يعرف الفاميلي بالإنجليزي ما في عربي في ناس يمكن تكون بالنسبة لهم اللي يعني دراستهم بالعربي أكثر شيء ما في إنجليزي يمكن شوية يحتاج العربي إذا يبي يطور من نفسه بالإنجليزي الشيء راجع له يعني بس أنا بالنسبة لي أنا الدبلجة العربية وهذا اللغة العربية لازم تكون موجودة على كل لعبة صح يعني في لغات أقل للمانا أقل شعبية من العربية موجودة بس متعرف عليها في السوق للأسف يعني للأسف اللغة العربية مو متعرف عليها من أولوية اللغات في الألعاب مع أنها عالميا عادل. معروفة أكثر بس أنها لازم تكون في البرمجة موجودة في الديفلوبمنت كيت وأشياء واجد بلايستيشن قامت تقدر الشيء هذا وتحط أولوية عندهم هذا اللي ما أنا شيء يحسب للبلايستيشن بس يا أخي أنا عن نفسي شوف هو بالأول الأخير مفروض تكون ترجمة بطلة لازم تكون ترجمة بطلة لما أنا ما أشوف ترجمة بطلة يطلع علي ترجمة لعبة The Witcher ما كانت الترجمة مخيفة بشكل مو طبيعي تحس إن فاهمين عربي أكثر منك عرفت يعلموني يدرسون كل لغة لدرجة تقفل تقول ما بيحس يصغروني قللوا من قدر ما شاء الله يعني أتمنى نفس الفريق اللي مسك ترجمة اللعبة ذيك يمسك ترجمة عندنا هو بالأول والأخير أتمنى وجود دبلجة صوتية ولكن عشان نكون صريح أنا منهم أنا راح أكون منهم اللي ما راح أحط دبلجة عربية راح أحط يعني اللعبة إحنا ما نعرف ياباني مع ذلك حاطين دبلجة يابانية الناس تستمتع بالياباني وجوده يكون حلو في ناس راح تستعمله ولو 1% بس شنو انها تقديرا للغه العربيه والترجمه شيء اساسي هو اللي راح يستعملونه اغلب الناس تسهيل للناس الان انا بقول لكم
بشرح لكم شيء وتخيلوا موقفكم فيه. الان احنا كلنا يجون الناس في الشات يسالوننا، في الفيديوهات يسالوننا، في اماكن عامه يسالوننا، يعني في الديسكورد في الشارع يسالون بس انه شو البلد المثالي، شو الكريت شانس، شو الكريت دامج. تخيل ان الناس اللي ما يتكلمون انجليزي يتكلمون عربي، يعني مو متمرسين باللغه العربيه او مو متمرسين باللغه الانجليزيه، لما يترجمون اللعبه ما في شيء اسمه كريت شانس وكريت دامج اللي متعودين احنا عليهم. يجي يقول لك ضربه الحظ، يجي لك كلمات تعرف فرصه الحظ. كترجمه ترى ترجمناها احنا، لان ترى في ترجمات كثير، كل واحد مثل تقول قاعد يشتغل من عنده، يعني هذا اللي بقول لك اي شيء يطلع فيه حلو. هذا اللي بقول لك نحط نسبه ضربه، نسبه حصول ضرر الحرج. اي هذا ترجمه جوجل حبيبي، ترجمه جوجل هذه. لا هي نسبه عشان نحاول نصيد كلمه تعبر صح، عرفت؟ ما غلط. الان تخيل كل واحد يسوي فيديو ولا يسوي شروحات ولا حاجه، اوريدي عنده لغه معينه ولا كلمات معينه يسويها، وبيجي شعب عنده لغه جديده اللي حاطينها اللعبه، وبتكون مفروضا اللغه الام، مفروضا صادم لاغلبيه الناس. فلازم جزء منا، وانا ما بسوي الشيء ذا، جزء منا نبدا نغير كلامنا. فلازم تكون ضربه الحرج حقتك 60 على الاقل، وضرر الحرج حقك وضرر الحرج حقك يكون 180 على الاقل. انا ما ابي اليوم اللي اقول فيه الجمله هذه. لا انا نفسي انا ترى عادي، من انا ترى انا بقول لك شغله عني، انا من كثر ما تكلمت انجليزي خاصه بالتعامل اي قمت المفردات الانجليزيه تطلع مني دايركت عفويه، عرفت؟ اي تطلع عفويه، فقاعد احاول اني اقلل كثر ما اقدر. اعرف الشعور ده، انا جد حسيت اني خلاص طبعت طباع الغرب جد بشكل مو طبيعي. فصرت يمكن الوحيد بالكويت اللي ما يقول مشكور، يقول شكرا حرفيا باللغه العربيه. هذا الان احد الامثله اللي صارت معي. قعدت فتره مثلك سنه شغلي بالانجليزي، كتابتي بالانجليزي، شغلي حتى الابحاث اللي اسويها بالانجليزي، ومرت قرابه 7 سنين ما كتبت كلمه عربيه واحده. كل الناس اللي اتعامل معاهم برا السعوديه الكتروني كل انجليزي، الشركات اللي اشتغلت معها كل انجليزي، شغلي كل انجليزي. وكنت رايح البنك بفتح حساب ويعطوني ورقه ويكتبوا لي، يقول لي اكتب العربي البيانات حقتك، وابي اكتب والله اني ما اكذب في الشيء ذا، اني نسيت ابدا من اليمين ولا من اليسار. علق المخ من قد مرحله خطيره، تعرف ان علق المخ قاعد تطالع اقول الله. تعرف لحظه اوه وطالع فين ذاك ايش فيك؟ قلت عادي اكتب بالانجليزي. شكيت في نفسي شويه، هل يمديني اكتب عربي ولا لا؟ تخيل 7 سنين مو قاعد هنيس الانجليزي 7 سنين. وبعدها سويت اللي انت تقوله، يوم قلت اترجم اشياء للعربي بس عشان احرك العضله العربيه مره ثانيه، واشتغلت في شغل البرمجه. كلمات عربية والله لازم عشان ما تضيع بالأخير، والله إذا ضاعت منك مصيبة، خاصة إذا صار طابع ما عندك إلا ذي، والإنجليزية تطق والحق فيها بعد ذري تروح مشكلة. أنا كم مرة والله الوالدة تقولي شيء، يقول لها يا يا، وتقولي شنو يا يا شنو؟ قلت لها يعني إيه. طب قل لي ليش يا 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 والله العظيم يعني الكليشات العربي انجليزي هذه فينا فينا الحين. خلاص يعني كل مكان وين ما توظفت وين ما طلعت خلاص كل مكان يطلبون انجليزي. هو صعب بس انك تخليها دخله بحياتك، هني الغلط، عرفت؟ يعني استغفر الله، اذكر قاعد اقول يا واجد اخوي الكبير قاعد معاه، هي تستوي عاده خلاص. اخوي الكبير قعدت معاه كان يصير شيء غلط يا جماعه، تعرف اللي ردت فعلي كانت غريبه، انا استغربتها اول ما قلتها، قلت صار شيء غلط، كان اقول او شيت، كان يقول اخوي شنو شيت؟ ما تعرف الشيت؟ اقول ها عاد تعرف، تعرف الاخ الكبير يستمر عليه قطات اليوم، القطات يقط عليه يا الله العظيم. علمهم انا عاد مضطر اطبق هنا لان اروح اجهز عشاء اول غدا بكره، ف الله يجزاك الف خير رئيس بعد قلبي، فرصه جدا جميله جالس معاك وتعرفنا بخير. سويت تسريبات بس مشيها المره عشان ضيف وعزيز وغالي. قال اوفيشال رسمي، قال رسمي هذا المشكله. اي اسمع اسمع تسريبات موجودين سوى عمر ما سمعت شيء،
حبيب قلبي سويته كلبة الله الله ما تفهمناش الان كالعاده الرئيسي عنده بثوث على تويتش بشكل رئيسي، عنده قناه على اليوتيوب شباب بحطوا اللينكات حق الرئيسي عنده بثوث بشكل رئيسي يب. والله طلع اسمه رئيسي وكل شيء رئيسي فيه كل شيء رئيسي اللي شباب بيحطوا اللينكات باذن الله في مكان معين مغطيته يمكن انت عندك كذلك السوشيال لينكس لان انا عارف الاثنين ذولي اللي التويتش واليوتيوب يوتيوب وتويتش بس لا غير الاساس عندك وقت معين البثوث حقينك العاده الناس يمكن اللي ودهم يحضرون يشوفون تسوي وقت معين بثوثك والله لان حاليا انا اللي هي داوم اللي هي مدينه ثانيه تبعد عن هني اربع ساعات الله يعينك الله يعطيك العافيه الله يعافيكم يا رب فانا السكن كان عندي قبل الله يسلمكم ساكن هناك بس كنسلته اللي هي بدايه كورونا فما تقدر تطلع تعرف اللي حجر ما حجر وهذا كنسلت السكن فهالمرة أنا ما حصلت سكن وكل شيء استوى غالي فأنا ما عندي نهاية لا انترنت بي سي فكل بثوثي تكون اللي أكثر شيء بالويكند خميس والجمعة بس تمام خميس والجمعة بس في ساعة معينة العادة تسويهم إذا مو بلازم أو مو في وقت تقريباً معين على العصر أو المغرب تقريبا أكثر الأوقات بيكون إن شاء الله كذلك اللينك موجود في اليوتيوب لأن نرفع هذا البث على اليوتيوب سند بعد قلبي اللي معي اليوم واليوم مسوي كاري خرافي ما في إلا أنا مو فاهم إيش اللي قاعد يصير بس أنا عاد قلبي أنا بعرف عن نفسي إيش تبي أقول نفسي تفضل أو صح سووا الأوترو معاك أخوك سند أسوي أبث بتويتش بشكل سند عرفت بشكل سند عشان أوفيك المعفن يعني مو بس الرئيسي مع الرئيس أنا سند بشكل سند والله يعطيك العافية على الرئيس على كونك معانا اليوم للأمانة استفدنا منك بشكل مو طبيعي حلو شفنا ان في تحدي نقدر نسويه ان نخلي الشخصيات ليفل 20 ونلعب عادي بدون المفروض لازم يكون عندك ديلك ديلك عندي 20 عندي 20 عندك في اطلق بيرفكت لا ديلك ديلك لا لا ديلك ديلك المنوب هذا دائما وابدا عقب اتفهم وياك اي بلا بعدين على العموم الان باذن الله بنغير وقت البث طبعا انا سند اقترح الشيء ذا وحس اقتراح جميل صراحه ان بثوث حقه البودكاست راح تكون يوم الخميس اسبوعيا حول الساعه 8 تقريبا الحين راح اقدم ساعه ولا نقدر او نقدم ساعه على حسب الضيف واحتياجاته بس ان شاء الله راح يكون يوم الخميس ابتداء من الاسبوع هذا باذن الله باذن الله لما انا اي سب قلت بكرك بتقول ايش اخترت يوم الخميس لا تسوي تقول سند طيب خلنا نبدا عشان اللي ما يعجبهم يجوني ها خلنا الحلقات هذه والله اني طيبه والله اني طيبه الله يعطيك العافيه عبد الرحمن والله ما قصرت حبيب قلبي الحين خليني اطبهم فيك دقيقه سند اللي فيكم زعل اللي شغلنا وقت البث يبث عن طريق تويتش في قناه سند فهم اللينك بالديسكربشن عند القناه في اليوتيوب بينزل فيديوهات وبينزل فيديو قديم لتشارلز بينزل جديد اللينك تحت ومسؤول واحد الاشخاص اللي ساعد بشكل كبير في نهضه سيرفر ديسكورد جنشن عرب واللينك حقه في الديسكربشن والمكان اللي اذا انت تلعب جنشن تبي ناس افكارهم وتركيزهم والثقافه حقتهم يدور حول جنشن اللينك ذا من احد اللينكات بتستفيد منه وايد دخلت هناك ولا تعامل لطيف وجميل وعسل على عسل استاذنكم انا مستعجل في النهايه سريع لان حرفيا لازم اروح اجهز غدا بكره ولا ما راح نعزم حبايبي والله شكرا واشكر المتابعين على تفاعلهم بالشات والله شيء مخيف ما شاء الله يس بدون اي شك الله يجزاكم الخير عاد استاذنكم الحين سند بس ابيك تستنى ثانيتين قبل بقول لك كم من حاجه الله يحفظكم يا جماعه جزاك الله خير حبيبي سند وعبد الرحمن جزاكم الله خير الله يجزاك الخير بعد قلبي حبيبي والله تامرني بشيء سلامة قلبك حبيبي الله يحفظكم يا رب حياكم الله يا جماعة الله يحييك الله يحييك مع السلامة سند يسك باي لازم 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 لا لا سوري لا ما أعطاني حسيت بتاني بالضمير حسيت بتاني تبلك سند كان اسبوع اسويه هالمره اعطاني وجه جدي كش اللي خلى الموضوع جد هذا يقول لازم نستنى شوي شو ما يرضى يسلط على قلبي